الأخوة والخوات الكرام المهتمين بالحدائق والبستنة، الحلقة اليوم عندنا عن التعقيم الشمسي للتربة والوسط النباتي والكمبوست المنزلي. يا أخوان، طريقة التعقيم الشمسي ظهرت في بداية السبعينات، وكان الآباء يستخدمون نظام المعاومة بتقسيم الأرض إلى قسمين، سنة يزرعون في قسم والسنة الثانية يزرعون في قسم آخر. واقعا هم مهندسين بالفطرة والمرجع الأول لنا لتزويدنا بالخبرات، وعلى قولة قس بن ساعدة، هذا فصيح العرب في الجاهلية، في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر. جزاهم الله الخير وإحسان. وهناك طرق الكيميكال للتعقيم باستخدام مادة الميثيل بروميد وغيرها. طبعا هذه الكيميكال لها مشاكل متعلقة بالبيئة وسلامة المزروعات. طريقة التعقيم الشمسي مناسبة جدا لدول الخليج، وهي نعمة من الله سبحانه وتعالى علينا، حيث تكون حرارة الشمس في أوجها في شهر جون وجولاي وأغسطس 6 و7 و8. الأرض تطبخ حامية الشمس. الآن بنبتدي يا أخوان، طبعا أول شيء إزالة جميع المتبقيات من المحاصيل والحشائش، هذا يوسف يشيل فيهم، والجذور سواء في الزراعة الحقلية أو المحمية، وتنظيف التربة تماما من كل الشوائب. بعدين نجي ننثر الأسمدة العضوية وغيرها وخلطها بالتربة حسب الكمية المقررة اللي أنت تشوفها مناسبة مع التربة. بعدين نجي نروي التربة بالغمر أو بالرش، وتتأكد أن الرطوبة توصل من 30 إلى 50 سنتي. ممكن يعني تاخذ لك عصا او اي شيء وتشيك تشوف عمق الرطوبه داخل التربه. حراثه التربه وفرمها وتنعيمها وتسويتها تماما سواء بآله الحرث او يدويا. الان يا اخوان احنا بنغطي سطح التربه بالطربال، ويكون من نوع البولي ايثيلين، ونشده بحيث يكون ملاصق لسطح الأرض، وتغطيته من الجوانب بالتراب والوسط بإحكام، وتأكد إن ما في أي ثقوب على أساس لا يطلع منه البخار، بخار الماء والهواء الساخن. طبعا تكون مدة التغطية من 4 إلى 6 أسابيع. بعد المدة المقررة نشيل الطربال والسماح للغازات بالتبخر لمدة 3 أيام على الأقل. بعدها ممكن تزرع مباشرة وبدون حراثة الأرض. يا أخوان، درجة الحرارة تحت الطربال تصل إلى 50 درجة مئوية على عمق 5 سنتي، و45 عند عمق 20 سنتي، وهي كافية للتأثير على المسببات المرضية اللي هي الباثوجينيس، وهي الفطريات، البكتيريا الممرضة، النماتودة، ميكروبات أخرى، والأعشاب وبذورها، وقاطع دورة حياتها. بالنسبة للبيوت المحمية، طبعا أول شيء تزيل الغبار من على سطح السقف والجوانب عن طريق الرش بالماء لزيادة نفاذية أشعة الشمس إلى داخل البيت المحمي، وغالق جميع النوافذ والأبواب، وتغطية جهة التبريد cooling pads وجميع منافذ الهواء، والعمل بنفس الطريقة للتربة اللي شرحناها يعني مسبقا، ما عدا عدم وضع الطربال على التربة لأنك لا تحتاجه بسبب وصول درجة حرارة البيت المحمي
من 55 إلى 60 درجة مئوية تقريبا، وهي كافية لتعقيم كل جزء داخل البيت المحمي. مجمل العملية يا أخوان هو شبيهة بالبسترة. في النهار تصل الحرارة تحت الطربال في الزراعة الحقلية إلى 50 درجة مئوية، وفي البيت المحمي إلى 60 درجة مئوية، وتنخفض ليلا بمقدار 30 درجة أو 35 درجة. وممكن نطلق عليها التحكم البيولوجي، بيولوجيكال كنترول. تعقيم الكمبوست المنزلي، ممكن تفرش له الطربال وتعرض لأشعة الشمس مباشرة وتقلبه كل يومين لمدة 10 أيام، تكفي في شهر 6 و7 و8، والحرارة ما شاء الله توفره. الوسط النباتي بنفس طريقة الكمبوست، أو ممكن ترش عليه ماء وتغطيه بالطربال في مكان مشمس طوال النهار لمدة 15 يوم تكفي، يعني نفس طريقة التربة. بعد ذلك تضيف إليه وسط جديد لتجديده بمقدار 8 زيال، هاي زيلة البنيان اللي أمامكم، من القديم، و4 زيال من الوسط الجديد المخلوط عندك. طبعا الوسط الجديد لازم بعد تعقمه في الشمس من يوم إلى 3 أيام. الصناديق الخشبية والأصص تحتاج إلى تنظيف وتعريضها لأشعة الشمس بشكل كاف، ورشها بمبيد عناكبي أو غيره قبل استخدامها لاحتمال وجود بيوض عناكب مجهرية. اليوم الواحد يستفيد من أدوات العصر ويوظفها، مثل الألواح المعدنية الميتل شيت. طبعا عندنا الجالفنايز الجي آي أو الألمنيوم، ممتازة تفرش عليها الكمبوست المنزلي أو الوسط النباتي لتعقيمها حراريا. هذه بس تحتاج لخمسة أيام تكفيك، لأنها تبث الحرارة بشكل كبير، ومتوافرة في السوق. النوع الخفيف اللي هو ثيكنس ماله 0.5، والجي آي الجلفنايز سعر شيته 5 دينار تقريبا، والألمنيوم سعر شيته 6 دينار. الام اس الحديد لا يصلح بسبب تأثره بالرطوبة ويصدأ، رست يصير فيه. فوائد التعقيم الشمسي: سهلة التطبيق، آمنة جدا وطبيعية، ليس لها أي تأثيرات جانبية على المزروعات والإنسان والبيئة، مع المحافظة على حيوية التربة لكل عروة زراعية، وزيادة معدل نمو النبات وتحسين جودة المنتج. متابعينا بيض الله وجوهكم، نلتقي في حلقات أخرى قادمة عن الزراعة.